السكواش لعبة زي ما بنقول ليها طبيعة كده خاصة جدا في مصر، ده راجع لان احنا متفوقين فيه عالميا كمان، وده من سنين طويلة مش حاجة جديدة. يعني وصلنا ان احنا نكون محتلين اغلب المراكز العشرة الاولى في التصنيف العالمي، عشان كده الدولة قررت ان هي تكتشف المواهب في اللعبة دي من الصغر، واطلقت كمان اطلقت المشروع القومي لاكتشاف المواهب في السكواش. واعتقد ما كناش هنلاقي يعني ان احنا نستضيف يعني شخص افضل من المدير التنفيذي والمستشار الفني للمشروع، وكمان بطل مصر والعالم السابق في الاسكواش، هو الكابتن امير وجيه. يا كابتن صباح الفل. صباح الخير، اشكرك من هنا. نور الدنيا وسعداء ومتشرفين بوجود حضرتك معانا. وطبعا عايزين يعني نعرف بقى من حضرتك كده في البدايه تفاصيل الخطوه المهمه جدا اللي الدوله يعني اخذتها الحقيقه واطلاق هذا المشروع. هو طبعا يعني زي ما قلت ان الاسكواش يعني لعبه دلوقتي مصر متسيداها عالميا في رجال سيدات ناشئين ناشئات، لكن المحافظة على الرياضة هي اللي كانت بتقرق سيادة الوزير وطبعا المسؤولين عن الرياضة في مصر. فبالتالي جت فكرة المشروع القومي من الأول من توجيه طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما قلنا عايزين 1000 محمد صلاح في نجاحه في الكورة، وبدأ اكتشاف 1000 موهبة في كل لعبة ناجحة في مصر. اتعممت اللعبة، وصلت الفكرة وصلت ل 11 لعبة، منهم مؤخرا الاسكواش. أنا كنت عايش في أمريكا في واشنطن لمدة 6 سنين، لأن كنت بدخل لعبة سكواش في العاصمة الأمريكية، وكان لي الشرف أن أنا أول كمصري تحدي جديد لأن أنا أروح هناك أنشئ لعبة السكواش وأول نادي في العاصمة الأمريكية. والحمد لله بعد ما خلصت البروجكت مدة 6 سنين ورجعت مصر مخصوص طبعا أم الدنيا عشان المشروع دوت بالذات، لأن ده شرف كبير من الدولة أنها بتحط ثقة كبيرة في الخبرة 30 سنة الحمد لله، من خلال تولي أن أنا كنت مدير فني منتخب مصر، كسبان 25 بطولة عالم مع منتخب مصر، وسافرت بره خبرات كبيره. فالحمد لله المشروع يعني هو بدا من حيث انتهى الاخرون. جميل. فعندنا يعني دلوقتي بدانا بالفكره في القاهره مركز شباب الجزيره وبورسعيد في المدينه الرياضيه في بورسعيد كاول تو فيزز. وطبعا انت عارف اللعبه مكلفه جدا، المضرب بيوصل 2000-3000 جنيه والكوره ب 60 جنيه، ممكن المضرب او الكوره بيتكسروا في لحظه لو جه في الحيط او حد يكون لسه بيجنرز ممكن ايزي جدا بكسر. فاللعبه كانت مقتصره على فئه معينه اللي هي بتلعبها بس اللي هي تقدر على مصاريفها. طبعا انت عارف احنا عايشين دلوقتي يعني في اسره واحده، وفي توجهات يعني المشروع الجمالي اللي فيه ان 20% من ال 1000 ناشئ مخصصه لاولاد ابطالنا شهداء الجيش والشرطه، ودول رعايه الايتام. وده الـ 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 الفكره طبعا انت عارف ان دول امانه في رقبه الدوله في رقبه سياده الرئيس، ان ده في اهتمام بالطفل اليتيم باولاد ابطالنا اللي هم يعني بندلهم بالفضل ان احنا قاعدين وسطين كده، ان هم ضحوا براحهم عشان خاطر اننا نقدر يعني نكمل ونستمر ونتطور. فدول معفيين نهائي من اي فيز خالص، وقدرنا ان احنا بدعم قوام البنك الاهلي الدكتور هشام عكاشه رئيس مجلس الاداره الرياضي، وطبعا الدكتور يحيى ابو الفتوح، ان هم بيدعموا المشاريع القوميه دايما بقوه. 5 مليون جنيه كبدايه للمشروع، اننا قدرنا نجيب 24 مدرب واداري وسكواش ولياقه بدنيه في التو سنترز، والعدد انا ما كنتش متصور ان هيبقى في النجاح ده بسرعه كده. احنا بقى لنا 3 شهور بدانا، الانتقال الاول كان في 126 لاعب في مركز شباب الجزيره و 186 لاعب في مركز الشباب في مدينه الرياضيه في بورسعيد. لما جينا نبدا صفصفه هنا 88 وهناك 112، بدأنا التمرين والناس بدأت تسمع وتاخد ثقة، إعلام بدأ يكتب الحمد لله، في بان طفرة كبيرة في المستوى بتاع اللاعبين من معظم الأندية اللي بيجوا اللاعبين الجداد. عملنا انتقاء تاني الأسبوع اللي فات، جالنا دبل العدد الضعف، جالنا هنا 95 لاعب ولاعيبة، وجالنا في مركز في مدينة الرياضية بورسعيد 122 لاعب ولاعيبة. فبقى عندنا قوام المركز كله هنا وهنا 426 لاعب ولاعيبة.